بسم الله. بسم الله الذي خلق البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، ودعاهم للعيش كإخوة فيما بينهم ليعمروا الأرض وينشروا فيها قيم الخير والمحبة والسلام. بسم النفس البشرية الطاهرة التي حرم الله إزهاقها، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنه جنى على البشرية كلها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين الذين أمر الله بالإحسان إليهم، ومد يد العون للتخفيف عنهم فرضا على كل إنسان، لا سيما كل مقتدر وميسور. بسم الأيتام والأرامل والمهجرين والنازحين من ديارهم وأوطانهم، وكل ضحايا الحروب والاضطهاد والظلم، والمستضعفين والخائفين، والأسرى والمعذبين في الأرض دون إقصاء أو تمييز. باسم الشعوب التي فقدت الأمن والسلام والتعايش وحل بها الدمار والخراب والتناحر. باسم الأخوة الإنسانية التي تجمع بين البشر جميعا وتوحدهم وتسوي بينهم. باسم الحرية، باسم العدل والرحمة، باسم الله نبدأ نسمات. مايكل هارت بيقول كلام مهم جدا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. الإسلام بيحرص على بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مجتمع حضاري راقي يرحم القوي فيه الضعيف، والغني يعطف على الفقير، والقادر يعطي صاحب الحاجة. كمان الإسلام بيحرص على بناء مجتمع أخلاقي متقارب ومتحاب ومتعاون على الخير وفعل المعروف. ومن هنا جه بمنهج رائع في بناء المجتمع البشري كله، وجعل كل فرد فيه متعاون مع غيره على الخير العام، مغيثا له حال الحاجة والاضطرار. النهاردة هنتكلم عن نسمة من نسمات الرحمة في ديننا وحضارتنا، هنتكلم عن مساعدة الناس، أو زي ما بنسميها قيمة التكافل بين الناس، أو نسميها خلق إغاثة الملهوف. المهم إن الخلق ده من الأمور المهمة اللي مفيش مجتمع يقدر يقوم وينهض إلا بها، قيمة إنسانية اجتماعية راقية جدا، والإسلام سبق في تطبيقها على أرض الواقع سبقا بعيدا. كانت النماذج الرائعة في الصدر الأول من الإسلام خير معبر عن هذا الخلق الكريم. الإسلام شجع المسلمين على التمسك بذلك الخلق، وخلى فيه طرق متنوعة ووسائل متعددة للقيام به، لأنه دين عملي بيربط الفكرة بالعمل، كما يربط كذلك النظرية بالتطبيق، مش مجرد خيال بيداعب أحلام المصلحين. عشان كده جت النصوص متوافرة تؤكد المعنى ده، بل بتعضده، كما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للعمل التكافلي والإغاثي صلى الله عليه وسلم. الإسلام أولى الطبقات الضعيفة في المجتمع اهتمام خاص، شرع لهم من الأحكام والوسائل ما يكفل لهم العمل الملائم، خاصة لكل إنسان عاطل، والأجر العادل لكل عامل، بل والطعام اللي بيكفي كل جائع، والعلاج المناسب لكل إنسان مريض، حتى الهدوم الثياب الكساء المناسب لكل إنسان عريان، الكفاية التامة لكل محتاج. إغاثة تكافل اجتماعي تشمل الكفاية دي المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له، بس بشرط من غير إسراف. وقبل أن يأمر الإسلام المسلمين بالتكافل وإغاثة الملهوفين، وضع عليهم الأساس الفكري لقيمة التكافل. سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وده في الواقع أدق مثل في تصوير ما يجب من أحوال المسلمين مع بعضهم البعض. في نصوص كتيرة جدا
من الشرع الشريف، من القرآن والسنة الشريفة اللي بتؤمر وتحث على التكافل والإغاثة. القرآن الكريم ذكر أمثلة واقعية على هذا الخلق العظيم من سيرة خير البشر، من سيرة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، بيذكر فيها تكافلهم مع أقوامهم ليتعلموا منها ويقتدوا بها. من ذلك مثلا ما جاء في القرآن الكريم عن سيدة مريم عليها السلام في قول الله رب العالمين وكفلها زكريا. وكانت السيدة مريم عليها السلام يتيمة، توفي أبواها، فكانت في حاجة اللي يقوم برعايتها ويكفلها ويقوم بأمرها. وده مثال يا جماعة للتسابق إلى كفالة اليتيم، ربنا تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم. كذلك الأمر ما ورد عن سيدنا موسى عليه السلام، شوف ربك الكريم يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الإمام القرطبي في تفسير الآية دي بيقول عند قول الله فاستغاثه الذي من شيعته يعني طلب نصرته وغوثه، وكذا قال في الآية بعدها فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يعني يستغيث به على قبطي آخر، وإنما أغاثه لأن نصر المظلوم دين في كل الأديان في كل الملل كلها على كل الأمم وفرض في جميع الشرائع. ورد في القرآن الكريم عن نبي الله موسى عليه السلام موقف آخر إيجابي بيحمل معنى التكافل ومعنى الإغاثة للمرأتين اللتين كانتا تنتظران حتى تسقي الغنم. سيدنا موسى سقى لهما دون أن يسأله ذلك، يعني محدش قال له ممكن يا موسى تيجي تسقي لنا، بل اتسم عليه السلام بالإيجابية حين سألهما عن سبب وقوفهما، انتوا واقفين هنا ليه في المكان المزدحم ده؟ القرآن الكريم صور المشهد العظيم ده، قال الله رب العالمين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا موسى لما سقى للبنتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الشاهد إن البنتين كانتا ضعيفتين في حاجة إلى من يتكفل بأمرهما، في حاجة إلى من يقوم بالسقي لهما، فكان سيدنا موسى عليه السلام صاحب النجدة، صاحب المروءة، صاحب الخلق العظيم، سقى لهما. وفي هذا بذل الجهد يا جماعة لإغاثة الملهوفين ونصرة المستضعفين. وفي القرآن الكريم يحث الله المسلمين على هذا السلوك، فيأمر بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى كوسيلة للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع الإنساني، وجاء بالأمر بالإنفاق في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، منها مثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وربنا سبحانه مدح المؤمنين الذين واسوا إخوانهم، قال الإمام الطبري في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، بيقول عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا، سيدنا جعفر بن أبي طالب، في 70 راكبا من الصحابة إلى النجاشي يدعوه، 70 رايحين يدعو النجاشي، فقدم عليه سيدنا جعفر فدعاه فاستجاب له وآمن به. فلما كان عند انصرافه بعض الناس اللي هم حول النجاشي ممن قد آمن به من أهل مملكته وهم 40 رجلا، ائذن لنا فنأتي هذا النبي، ممكن نروح، تأذن لنا نروح للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام نسلم على رسول الله ونساعد الصحابة دول في البحر، احنا اعرف واعلم بالبحر منهم، اذن لهم. راحوا مع سيدنا جعفر بن ابي طالب وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، كانت سنة 3 هجرية في وقت غزوة احد. أول ما شافوا ما بالمسلمين من الفقر والمسكنة وشدة الحال استأذنوا النبي
صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة من الفقر، فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا وواسينا المسلمين بها يا رسول الله. وقت هنا في تكافل اجتماعي، في إغاثة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفوا فأتوا بأموالهم واسوا بها المسلمين، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فكانت النفقة اللي واسوا بها المسلمين، وعلشان نعرف أهمية القيام بواجب التكافل وإغاثة الملهوف، هنلاقي إن الخلق ده قرن في كثير من آيات القرآن الكريم بالعبادات العظيمة والأمور المهمة في الإسلام. هنلاقي إن الأمر بالإنفاق جه مقترن بالصلاة، زي ما ربنا قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنلاقي أيضا جاء مقترنا بعبادة عظيمة هي قيام الليل. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالكثرة دي في ذكر الإنفاق في سبيل الله تعالى وبيان أهمية الإنفاق وثواب العظيم من الله عز وجل، بتؤكد أهمية الجانب التكافلي في الإسلام، حيث إن الإنفاق هو أحد أهم مظاهر التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. لكن نظرة الإسلام للتكافل المادي وأغاثة الملهوف لا تتوقف بتوفير مثلا حد الكفاف لهم. يا جماعة، في نقطة مهمة جدا، مش بس حد الكفاف إن هو بس يدوبك يأكل أو يشرب، لا طبعا، تعدت إلى تحقيق حد الكفاف، وهذا ما ظهر في قول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لعماله: إذا أعطيتم فأغنوا. لما تيجي تعطي المال ادي كتير، أغني بهذا المال. إلى هذا الحد يصل التكافل بين المسلمين في الإسلام. الإسلام لا يريد لأتباعه إن هم يظلوا أسرى الحاجة والفقر، يريد لهم جميعا الغنى حيث لا يحتاجون لأحد، وهو ده قمة العدالة الاجتماعية. فعن الليث بن سعد قال: كتب عمر بن عبد العزيز لعماله أن اقضوا عن الغارمين، الناس المديونة، ياريت تدفعوا الفلوس بتاع الناس المديونة دي، تساعدوهم وتسددوا دينهم. فكتب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن. إحنا بنلاقي فيه بعض الناس مديونة، أي نعم، بس عنده بيت وعنده خادم وعنده دابة فرس وعنده أثاث. فكتب عمر كأنهم يقولوا يعني ده ما يستحقش. فقال عمر بن عبد العزيز: إنه لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه، ومن خادم يكفيه مهنته، ومن فرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الأثاث في بيته. نعم، فقضوا عنه فإنه غارم. ده الفقه بتاعنا. الفقهاء خلوا ده قاعدة في مناهجهم على اختلاف مذاهبه. وتعالوا كده نشوف مثلا المذهب الحنبلي في كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني الحنفي، نقلا عن الإمام القرخي في مختصر، بيقول كده في الفقه الحنفي: يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله، وخادم وفرس وسلاح وكتب العلم إن كان من أهل العلم. ليه بقى بتجيبوا الكلام ده منين؟ إيه الدليل بتاعكم؟ قال: لما روي عن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون الزكاة لمن يملك 10,000 درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. ده المذهب الحنفي. طب تعالوا ندخل كده نشوف المذهب المالكي. جاء في شرح الإمام الخراشي رضي الله عنه المالكي، بيقول: يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابا لكثرة عياله. واحد عنده عيلين 3, 4, 5 وعنده نصاب من المال، اديله زكاة بس مش هتكفيه، له الخادم وله الدار اللي بتناسبه. قالوا: أيوة، تعطيه من هذه الزكاة. المذهب الشافعي في كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله شيخ الإسلام، بيقول الإمام النووي: إذا كان له عقار، عنده بيت، ينقص دخله عن كفايته، فهو فقير حتى لو عنده عمارة يعني، لكن الدخل اللي جاي ما بيقضيهوش، فهو فقير مسكين، يعطى من الزكاة تمام الكفاية ولا يكلف ببيع. شوف الفقه وصل لغاية فين. يعني ما نقولوش روح بيع العمارة بتاعتك أو بيع البيت بتاعك عشان تاكل، لا، ولا يكلف ببيع.
ده كمان المذهب الشافعي. المذهب الحنبلي في كتاب المغني للإمام ابن قدام الحنبلي إن الإمام أحمد بن حنبل قال إذا كان له عقار يشغله يعني ساكن فيه أو ضيع بستان تساوي 10,000 أو أقل أو أكتر ولكن لا تقيمه، هو يدوبك اللي الداخل على قد اللي خارج، يعمل إيه؟ قال فليأخذ من الزكاة. هي دي آراء فقهاء الإسلام على تنوع مذاهبهم بتتفق على وجوب الوصول بالمسلم المحتاج حد الكفاية والغنى وليس مجرد الكفاف. من الرحمة إن التكافل بيمتد حتى يشمل كل المنضوين تحت مظلة المجتمع الإسلامي حتى لو كان غير مسلم، ولذلك هنلاقي إن الإسلام منح أهل الذمة من أهل البلدان التي فتحها المسلمون حقوقا تمنحهم الأمان والإطمئنان على معتقداتهم إذا شاءوا البقاء على دينهم والمعتقدات بتاعتهم ما لم يقفوا في وجه الإسلام بطريق أو بآخر. وفي سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مع اليهود وسلوك المسلمين مع اليهود وسلوك المسلمين بعد ذلك على امتداد التاريخ ما يؤكد سمو المعاملة التي عمل بها هؤلاء. لعل من أكبر صور السمو في المعاملة تلك الكفالة الاجتماعية اللي ضمنها المجتمع الإسلامي لهؤلاء في حالة عجزهم وضعفهم. قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع اليهودي وإنه فرض له مال راتب من بيت مال المسلمين كان أكبر دليل على ذلك، بل عد النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة المحتاجين والشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع اللي بنعيش فيه من أنواع الصدقات على النفس. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال لأن من أبواب الصدقة تهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. القيم دي بتعد علامات حضارية بارزة سبق بها الإسلام كل النظم والقوانين التي أولت هذا الأمر اهتماما بعد ذلك. فما كان يسمع عن هداية الأعمى وإسماع الأصم والأبكم. أنا هختم بقصة وردت ذكرها بعض المفسرين لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي الصدقة فقال طب والله الصدق وإحنا عندنا المسلمين فقراء المسلمين كتير جدا، طيب وعندنا ناس من أهل الذمة من أهل الكتاب نعطي من؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وقال نعطيها لفقراء المسلمين أولا. نزلت الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جمع النبي عليه الصلاة والسلام كل الفقراء من مسلمين وغير مسلمين وأعطاهم الصدقة صلى الله عليه وآله وسلم. نسمات الرحمة بتتجلى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم التكافل الاجتماعي أو إن شئت فقل إغاثة الملهوف. فيا رب اللهم لا تحرمنا من نبينا الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا ألا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة. نسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة. والحمد لله ختاما وابتدا ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.